اليوم سأعرض عليكم ألغازا صعبة جدا، فهل أنتم مستعدون يا شباب؟ حاولوا أن تجاوبوا عليها كلها يا شباب. اللغز الأول: حدثت في إحدى القرى حادثة غامضة جدا يا شباب. ضحيتها هو شخص يدعى أبي، فقد جرح في بطنه ونزف كثيرا من دمه. كان مستلقي على الأرض في طريق المشاة، فشاهده أحد المارة فاتصل له بالإسعاف، ولكن الإسعاف رفضت نقله إلى المستشفى وقالوا بلغ هذه الحادثة إلى مكتب الشرطة. قال المجن عليه: حينما كنت أمشي في الاتجاه الجنوبي متوجها إلى متجر المدينة، تم إطلاق رصاص علي من شخص لا أعرفه، قام بضربي من الخلف ومباشرة فقدت الوعي في هذا الشارع. يجب علي الآن الذهاب إلى مكتب الشرطة لمعرفة من الفاعل. وبعدها ذهب إلى مكتب الشرطة وقام بالتبليغ عن هذه الحادثة. فقال الشرطي: كيف حدث ذلك؟ فقال آبي: في وقت الظهيرة كنت أمشي متوجها إلى الاتجاه الجنوبي، وتم إطلاق النار علي من الخلف، هذا شخص لا أعرفه. فقال الشرطي: سأقبض عليك بسبب بلاغك الكاذب. فكيف عرف الشرطي أنه يكذب؟ الإجابة: كيف تم إطلاق النار عليه من الخلف والجرح في بطنه فقط؟ إذا كان تم ضربه من الخلف فسيكون الجرح في ظهره وليس بطنه، فعلم الشرطي أنه هو الذي حاول قتل نفسه وكذب عليهم. اللغز الثاني: يوجد بحار يدعى جيلانج، كان راكبا في سفينة متجهة إلى اليابان، وفي حقيبته يوجد معه قلادة ذهبية مطعمة بالماس وبها صورة زوجته، وعندما ترك مكانه وخرج من كابينة القيادة اختفى هذا العقد، فغضب جدا وذهب ليرى تسجيل الكاميرات، فاتهم ثلاثة أشخاص، أحدهم هو السارق، وهم السيدة شفاء وهي عاملة نظافة، فقالت: في الحقيقة كنت أمام غرفتك أمسح الأرض، ولكنني لم أدخل إلى غرفتك حتى أنني لا أعلم شكل القلادة التي ضاعت هذه. الثاني هو عبده وهو مهندس السفينة، فقال: كنت بالأسفل أفحص المحرك، وحقا أنا لا أعرف شيئا عن هذا العقد. الثالث ابنه وهو مساعد السيد جيلانج، قال: لأننا متجهين إلى اليابان كنت أرفع علم اليابان، وأثناء رفعي له تم رفعه بالمقلوب، فقررت أن أعيد رفعه حتى يتم رفعه على شكله بدون قلب. بعد سماعكم لأقوال الثلاثة، يا ترى من هو السارق؟ الإجابة: السارق هو ابنه، لأن علم اليابان لا يمكن قلبه، لأنه عبارة عن لون أبيض وبه دائرة حمراء. اللغز الثالث: يوجد أربع شباب مخيمين على جبل يا شباب، وهم إلهام وأنجا وبايو وديماس. في هذه الليلة كانوا يشعلون نارا ويجهزون إفطارا لليوم التالي. في الصباح تعجبوا كلهم، فلقد وجدوا ديماس مقتولا أمام الخيمة. فقال إلهام: أنا على يقين أن القاتل واحدا منكما، فأنا كنت نائم طوال الليلة الماضية لأنني كنت مرهق جدا، لأنني كنت أجمع الخشب من أعلى ولا يمكن أن أكون أنا. قال إنجا: أنا؟ كيف ذلك؟ الليلة الماضية كنت نائما أيضا بعد أن انتهيت من إشعال الأخشاب، كنت جائعا جدا وكنا جميعا في هذه الخيمة معا. فقال بايو: إذا كنتم تتهموني فأنا أيضاً كنت أساعدكم ليلة أمس في جمع الأخشاب وإشعال الخشب، ونمت أول واحد فيكم لأنني شعرت بالبرودة عندما كنا بالخارج. فمن هو القاتل وفقاً لسماعكم هذه الأقوال؟ الإجابة: إذا دققتم في الصور ستجدون أن كل واحد منهم معه سكينا إلا إنجا، ليس معه سكينا، فبالتأكيد هو القاتل لأن السكين الخاص به ليس معه. اللغز الرابع:
العم فجر رجل مزارع ولديه الكثير من الفراخ التي يربيها حول بيته، ولديه أنواع كثيرة من الفراخ، أكثرهم حباً له هي الفراخ التركية، وذلك بسبب حجمها الكبير وطعمها اللذيذ. وعندما كان يتفقد طيوره وجد إحداهن قد اختفت ولن يتبقى له إلا اثنين، فشعر بالذعر وذهب مسرعاً إلى الشرطة للإبلاغ عن هذه الواقعة. فسأله الشرطي كيف حدث ذلك، فأجاب العم فجر فقال لدي 3 فراخ من هذا النوع، وبالأمس وضعت لهم طعاماً وكانوا جميعاً موجودين، ولكن عندما تركت الحظيرة ونمت استيقظت في الصباح لم أجد سوى 2. فذهب الشرطي مع العم فجر إلى منزله ليتفقد الوضع، ومن خلال هذه الصور هل تظنون أنه يوجد من سرقها أم لا؟ الإجابة: إذا ركزتم جيداً ستجدون إناءً لطهي الطعام، وتجدون بالأسفل الفرن توجد به الفرخة الضائعة، فهي لن تضيع، ولكن امرأته أخذتها لتطبخها. هذه كانت بعض الألغاز الصعبة والتي لا يستطيع الكثير أن يجيب عليها. كم لغزاً استطعت حله؟ أخبرنا بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.